Cet attentatoire à la souveraineté bénin. Certes, السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا، يا رب تكونوا سعداء ومقبلين على الحياة، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عيدكم مبارك ان شاء الله. الحمد لله رب يرحمنا بالبرودة في هالعيد. ومن نفحات العيد ايضا وجودي رفقة استاذي وشيخي الاستاذ المفكر الكبير الاستاذ اسامة سليمان. مرحبا استاذ اسامة. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. كيف كان عيدك؟ باهي، العيد اللي فات الحمد لله كان كويس، لكن العيد هذا ما زال على يومين ان شاء الله. شهدرت بينا يا راجل، ما يديروش هكي حلقة العيد، يصوروها قبل العيد بيومين ويعرضوها في العيد عادي كأنها حلقة عيد. لا هي لا عادي، يعني ما عنديش مشكلة مع هذا، لكن علاش تقول للناس تديرهم في الجو كأن احنا توا في العيد نصوروا فيها؟ قولهم نصوروا فيها قبل يومين من العيد. ولا ما فيش حد يدير هكي في الإعلام يا راجل، مشي معانا وانتو خيرك يا شيخ أسامة. باهي ماشي الحال. كيف كان عيدك؟ عيدي كويس ومشيت الأمور الحمد لله رب العالمين. باهي درت عصبان ودرت واحد. ايه درنا عصبان وشواه وبحنا وما شاء الله. باهي حلقة عيد وبرنامج شارع فرعي، المفروض برنامج سياسي فكري حاجة زي هيك، فصعب نحكي على سياسة في العيد، فشن تقترح شن نحكي؟ طبخين ايه النهاردة؟ والله مانيش عارف، انت اللي جايبني، انت المفروض تقترح. انا هذا على جايبك اللي ما عنديش ما نحكي، عرفت؟ فقلت أسامة كده حصل معي موضوعات. والله انت عارف مدام الموضوع عيد فتقدر تتناول الترندات اللي تركب ديما في الأعياد والمواسم. شن أهم الترندات اللي صايرة في العيد هذا؟ أنت عارف ديما الأعياد أصلاً عندك أنت مشاكل موسمية في كل عام، يعني مثلاً عيد الفطر هل نخرج زكاة الفطر طعام ولا نقود؟ في عاشورة نديروا فول ولا منديروش؟ المولد نديروا عصيدة ولا منديروش؟ عيد الأضحى هل في العشرة عشر ذي الحجة نقصوا الأظافر والشعر ولا لا يجوز؟ فيعني أركب واحدة من لا يا سلام، الله يبارك، حصلت لنا كنت مواضيع ما شاء الله، وتقولوا لي علاش معك أسامة اليوم؟ ما هذا لنا حل في الحلقة. كويس، خلينا نبدأ من حيث انتهيت، باعتبارك شيخ وكذا، نقصوا أظافرنا وشعرنا في عشر ذي الحجة ولا لا؟ طبعا مبدئيا هيك ما فيش حد في الكرة الأرضية يشوف فيها شيخ إلا أنت بروحك وعمر سليم ممكن. كويس، حتى أنا كويس. ثانيا السؤال هذا المفروض مش هنا مكانه الحقيقة، يعني مكانه برنامج مع دار الإفتاء، برنامج الإسلام والحياة، أحد هذه البرامج. لكن خلينا نوجه لك سؤال أسامة. السؤال اللي المفروض يطرح في برنامج زي هذا في نظري، علاش تصير المشاكل هذه في كل موسم بشكل متكرر؟ شن سبب هذه المشاكل وتكررها؟ ما نعرفش. هو شوف، أظن أن الموضوعات اللي زي هذه العلة فيها أو المسبب فيها مش سبب واحد، هي عدة عوامل تتضافر. تفكر زمان أنت في واحدة الحلقات تتضافر، فأنا عجبتني رح نكرر فيها، قعدت في كل حلقة. فعلا هو أظن هي مش مسبب واحد، يعني أكيد هي عدة عوامل تتضافر باش تؤدي لهذا، تؤدي إلى الناس يديروا عركة في كل موسم وما فيهمش حد يتقبل الآخر وكذا. إيه، لأن فعلا قصدي الموضوع غريب جدا، يعني أنت لما تفكر أن الخلافات في هذه المسائل لها أكثر من 1000 عام وما زالت الأمة موجودة، هذه الخلافات يعني ما كانتش تسبب في مشاكل زي ما تو تسبب فيها، علاش تو بدأت التناحر هذا في هذه الفترة بالذات؟ ما نعرفش، لكن أنت بتوقع أنهم ممكن يتقبلوا الآخر مثلا؟ مفروض قصدي الشخص، قصدي هو في السياسة كان يختلف معك يقتلك عادي جدا، في الكورة يتعارك معك يحدفك، وفي السلة زي ما صار يحدفوك ويتعارك لأنك ربحتهم مثلا. قصدي ما نعرفش، يعني أظن إحنا مجتمعنا موصلش لدرجة من الحضارة أنه يقبل الآخر في أي شيء، راه الموضوع مش متعلق يبدو لي بالمسائل. صح، هو فعلا أسامة أصلا هي المشاكل المذهبية هذه موجودة من زمان، وأنا غير فوت عليك قلت لك ما صارت. المشاكل هذه فعلا منذ زمن بعيد كانت تصير المشاكل، هي حتى يحكى أن الحرم نفسه كان في فترة من الفترات تقام فيه كل صلاة تقام فيه 4 مرات على كل مذهب من المذاهب، هيك يحكى يعني. يعني يصلوا الظهر 4 مرات، مرة يصلوا الحنفية، بعدين يصلوا المالكية، بعدين يصلوا الشافعية. وبعدين في حتى القصة المشهورة اللي معقولة للدرجة هذه كان شكل الخلافة؟ يعني شوف وين توصل العصبية للمذاهب يعني. وكان في أيضا يحكوا في سياق هذا التعصب المذهبي،
يحكوا في قصة أحد الفقهاء الحنفية سألوه على حكم التزوج من امرأة شافعية، وعندهم زمان مسألة الاستثناء في الإيمان، لما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، الحنفية يقول الاستثناء هذا تشكيك في، فبالتالي يشوفوا فيه نوع من أنواع الكفر. تمام. فأي حد يشوف يعني. أيوة، فالشافعية بمن يشوفوا فيه عادي، فعندهم هذا واقعين في الكفر. فهي طبعا مسائل هذه ظنية. إيه. فبلغت الشطط بأحد الفقهاء يحكوا فيها يعني الله أعلم بصحتها، أن سألوا أحد الفقهاء الحنفية ما حكم التزوج من امرأة شافعية والحال أنهم يرون الاستثناء في الإيمان، فقال لهم جائز قياسا على الكتابية. يا سلام يا سلام. يعني هو رأى أن المذهب الآخر هذا ينزوجون قياسا على اليهود والنصارى، أن يجوز المسلم يتزوج يهودية ونصارى. هو على أي حال إحنا خطبة عرفة المفروض أسندت لواحد من المشايخ اللي كانوا هيك يدعو للتسامح مع الأديان الأخرى وكذا، فواضح إنه هذا من جهة المعاكسة تماما، عرفته، وإفراط تفريط. بالضبط. هو أسامة الانغلاق، عدم قبول الآخر هذا. قبل ما نمشي لعدم قبول الآخر، نبي بس ننبه إلى نقطة، مرات أحد السامعين أو المشاهدين يسمع مثل هذه القصص فيظن أن البناء الفقهي والتراث الفقهي كله كان ماشي بالطريقة هذه. أنا سمعت حتى بعض قريت لبعض الكتاب يقولوا هذه سببها اتباع المذاهب وترك الكتاب والسنة، عرفت؟ وهذا مش صحيح طبعا. أصلا القصة هذه يروى فيها أصحاب المذاهب كنوع من أنواع التعصب المذموم اللي لا ينبغي أن يكون، عرفت؟ تمام. فما فيش حد يأخذ هذه حجة ويقول هذا دليل التمذهب حاجة مش كويسة. بالضبط. أيوة. يا سلام عليك. بل كنت أقول لك إن عدم قبول الآخر هذا قد يكون من أسبابه الانغلاق، لما يكون المجتمع منغلق على نفسه. يعني هذا الشافعي ولا المالكي اللي عايش في مجتمع ما يشوفش في ناس تاني، ما يشوفش في ناس من أي يعني ثقافة أخرى، أو من أي ما عنده ما وصلتش أي أفكار أخرى. مش ممكن يكون هذا أحد أسباب رفضهم للآخرين؟ ممكن فعلا يكون هذا سبب. وإحنا لما نتكلم على انغلاق مجتمع ما مش معناها بلاد، يعني المجتمعات تتنوع، يعني مجتمع ثقافي معين، يعني مجتمع فقهي، مجتمع طبي، يعني المجتمعات قد تنقسم إلى هذه الأقسام من المجتمعات. فانقسام هذا أو انغلاق هذا المجتمع على نفسه وانكفائها على ذاته وعدم النظر أصلا في اللي عند المخالف شنو هو، ممكن يتسبب في نوع من التحجر. يعني المجتمع ثقافي تقصد مثلا جماعة قصيدة العمود، قصيدة النثر، القصيدة النثرية، قصيدة النثر، مرات ما يقبلوش الآخرين، وإلا الآخرين العروضيين يعني أبناء الخليل ما يقبلوش جماعة قصيدة النثر. طبعا احنا نتسامحوا مع كل شيء إلا مع قصيدة النثر. أيوة، أحسنك بتقول لا، يعني كنت بدي لك عركة. هو عموما يقال عليه المجتمع التركي، يقول أن المجتمع التركي كان مجتمع منغلق إلى حد ما، ويصعب أنهم يتقبلون الآخرين. والله قرأت دراسة هذه مرة في دورية، لكن في خلال 20 سنة الأخيرة، 25 سنة الأخيرة، مع النهضة السياحية الكبيرة اللي صارت في تركيا، إنه صار تغيير في المجتمع التركي في إسطنبول خاصة، اللي هي تشوف في أجانب أكثر من غيرها، إنها صار تقبل الآخر والتعامل، يعني قبول الآخرين، صار أكثر انفتاحا في إسطنبول، باعتبار إنها كانت يعني صارت أكثر اختلاطا مع الآخرين. يشوفوا في الغرباء أكثر. بالضبط. من ما يشوف فيه قبل 20 سنة، صحيح؟ لكن هو الانغلاق هذا مازال مفهوم ومازال مقبول في عصر الإنترنت وعصر العولمة تو. هو نوع من التعصب. Globalization. أنت أكيد حد موندل سيون بالفرنساوي. أنت حشيش تجيب كلمة فرنسية في أي. هي إيش نديرها سيون؟ أيوة. فرنساوي خلاص. هم يقولوا أظن هيك موندل سيون، موندل العالم. العولمة يعني. العولمة، نعم. ففي ظل العولمة هذا المفروض ما حش فيه انغلاق. حتى الانغلاق الفقهي هذا اللي كنا نحكي عليه بتاع المذاهب اللي يرى غيره خطأ وكذا، المفروض ما عادش موجود هلبة ولا؟ انت تحكي المفروض، يعني تعتقد ان الواقع مش موجود، ولا تقول المفروض ما يكونش موجود هذا في الواقع؟ المفروض ما يكونش موجود، لان احنا في ما عادش فيها ذاك الانغلاق اللي كان زمان. صح صح. هو المفروض هيك، يعني لان حتى فكره كل قطر يكون عنده مذهب معين في زمن ما كانت موجوده، صحيح، لان اصلا اللي في هذاك القطر ما كانوش منفتحين. بالزبط. على باقي المذاهب. لكن توا يصير لك احيانا اشكاليات من خلال الانفتاح هذا اللي حكيت عليه انت. انت تعتقد ان توا القطر هذا الليبي هو مالكي، دور يطلعوا لك عشرات الناس او مئات او الالاف ياخذوا في فتواهم من بلدان اخرى، فانت تظن انك انت وين البلدان؟ يعني شرقا او غربا، عرفت؟ فقصدي الانفتاح هذا مسبب حتى نوع من الارباك في الموضوع. هو باهي كويس.
لكن تو لما تقولي ان في فتره ما كل حد يصلي بروحه في المذاهب، ولا تقول لي ان الفقيه هذاك قال لهم عادي يتزوجوا شافعيه ولا يتزوجوا كذا قياسا على النصرانيه واليهوديه، معناه يا سلام علينا احنا بعركاتنا هذه اللي ياخذ من شعره واظفاره ولا ما ياخذش، ولا يطلع الزكاه يعني طعام ولا مال، حتى حركات صغيرونه مقارنه باللي تحكي عليه. فالحمد لله معناه احنا المفروض ما نتعركوش بكل، واي حد يقول اي حاجه نقبلوه هيك اللي يتكلم في الفيسبوك نقول انت ما شاء الله عليك هذا ما هيك المفروض ولا ولا لا كيف شو رايك انت؟ المفروض ما نتعاركوش ونكونوا حبايب صح؟ هو طبعا المفروض نكونوا حبايب اكيد ما في شك، لكن طبعا الموضوع هو المفروض ما نفتحوش على البحري يعني بمعنى ان تقبلك للاخر ما يكونش في كل موضوع هيك بهذا الانفتاح بهذا الاطلاق، انما احنا عندنا قطعيات وعندنا ظنيات. يعني الامور القطعيه والثوابت الشرعيه هذه ايه فيها ولاء وبراء وفيها حق وباطل، لكن الامور اللي ما فيهاش حق وباطل هيك بالطريقه هذه مفروض يسع فيها الخلاف، اللي هي الامور الظنيه اللي هي محل للاجتهاد اصلا، وانما الامور القطعيه هذه ما هيش محل اجتهاد. يعني لما يجيك واحد يقول لك مثلا ذبح الاضاحي في العيد هذا عمل وحشي ومستحيل الشريعه الاسلاميه تقره، او حتى في اللي يقول لك الشريعه الاسلاميه اصلا غلط لان تقر مثل هذه الاعمال الاجراميه، ولا الحجاب مش فرض ولا كل الموجات هذه بالضبط، فهذه الثوابت هذه ايه المفروض نكونوا منغلقين فيها لان عندنا فيها ثوابت قطعيه، المفروض ما نكونوش منغلقين في المسائل اللي تحتمل الصواب والخطا، زي المقوله المشهوره قولي صواب يحتمل الخطا وقول غيري خطا يحتمل الصواب، هذه في المسائل الظنيه. هذه كويسه كويسه هذه ممتازه، لكن امتى تكون هذه؟ هذه تكون في المسائل الظنيه اللي هي ما فيهاش ادله قاطعه الدلاله قاطعه الثبوت. يعني كانك بتقول يكون فيها خلاف معتبر. بالضبط. شن معنى خلاف معتبر معلش؟ الخلاف المعتبر يعني مش واحد يطلع زي ما قلت لك يتكلم يرد بعض الثوابت اليقينيه، الشرع فيه يقينيات قطعيات ثوابت، وفيه امور ظنيه، الامور الظنيه اللي هي الامور الفقهيه اصلا، هذه الفقه بالمصطلح بالمعنى الاصطلاحي او المذهب بالمعنى الاصطلاحي هو اللي يبحث في المسائل اللي ما فيهاش جزم وقطع بهذه الحقائق، انما هي محل الاجتهاد. يعني ما تقولش مثلا مذهب الامام مالك ذبح الاضاحي في العيد، او مذهب الامام مالك فرضيه الحجاب، او مذهب الامام مالك هذا مش مذهب، هذا مش اسلام، هذا الشريعه بالضبط. لكن تقول مذهب الامام مالك في بعض مواضع السجود القبلي والسجود البعدي مثلا، ايه هذه امور ظنيه تحتمل الصواب والخطا. نقولوا مذهب فلان اخراج زكاه الفطر نقدا، ومذهب فلان اخراج زكاه الفطر طعاما، وهكذا. هذه الامور اللي المفروض ما يصيرش فيها تناحر وخلاف، باعتبار ان فيها خلاف معتبر زي ما تفضلت. خلافات معتبره بالضبط، والمرجعيتهم كلهم الكتاب والسنه، وما فيش حد ما فيش واحد يعني يجيه الحديث ويقول ان الرسول قال هيك ولا نبي نرده هيك وخلاص، ما فيش هذا. وانما الخلافات هذه عندها اسباب مبسوطه حتى في كتب اصول الفقه اسباب الخلاف، اما الحديث يبلغ احدهم ولا يبلغ الاخر، شخص بلغه الحديث لكن عنده تضعيف لهذا الحديث، بلغه الحديث وصحيح لكن استنباطه من الحديث أو الدلالة اللي استنتجها من الحديث تختلف عن الدلالة اللي استنتجها من الآخر. يضرب في مثل ديما بصلاة تحية مسجد والإمام يخطب في الجمعة، فيقولوا يستدلوا بنفس الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي، هم يستدلوا بنفس الحديث وكل واحد يستدل على بناء نقيض الاخر، يعني بالضبط، هذا يرى انه يصلوا هذا يرى انه ما يصلوش، مع انهم يستدلوا بنفس الحديث، فاختلفت الافهام. اختلفت الافهام، لكن ما يجيش حد يقول لا لا فوتا ما نبوش ناخذ الحديث لان يصعب على الناس ولا لان معقد ولا لان أيوة. يخلي حياه، فهذا ما فيش في الفقهاء من لأن يقول الغرب حيقولوا علينا متوحشين. بالضبط، ايوه ما فيش حد من الفقهاء يقول لا خلي نسمعوا كلام جماعه الرفق بالحيوان وجماعه اللي يشوفوا في الحجاب ظلم للمراه فخلينا نفوتوا موضوع الحجاب وموضوع الاضاحي. بالضبط، هذه ما هيش وارده في رؤيه الفقهاء، وهذا اصلا لما يكون هذا منطلق الشخص فهذا خلاف غير معتبر. تمام، معناته انت تقصد ان احنا عندنا مسائل ظنيه ومسائل قطعيه. بالضبط، لما نحط القطعيات في مع الظنيات نعتبرهم كلهم ظنيات، هنا نسوي فتحنا الباب على البحر وما عادش يصير، ويطلعون لنا جماعه اللي يقولوا الحجاب مش مهم، ولا يقولوا ذبح الاضاحي هذا عمل وحشي، يا سلام زي ما يقول هذاك الاعلامي المشهور. صحيح، ولو حطينا كل حتى الظنيات مع القطعيات نبدو نشوفوا اللي خالفنا في مساله جزئيه هذا يقول الطليان زبلياته بكل، يعني ايوه ضال مضل، هذا الحق وهذا الباطل وهكذا، ويبدو لي هذا اللي يسبب الخلافات الموسمية. يا سلام عليك هذه. بالضبط، يا يعني اما ان احنا نفتحوها على البحر، واما احنا نسكروا مره واحده ونتحجروا. لكن السؤال هنا اسامه، علاش الناس يديروا هيك؟
علاش فيه ناس حتى الأمور القطعية يعني زي صاحبنا اللي توا تكلمت عليه بيخطب بهم في عرفة، الأمور القطعية يخلي فيها أمور فيها تسامح وفيها قبول للآخر. بيخطب بهم، استنى احنا نعرض في العيد اللي خطب بهم في عرفة. ما أخطب بهم صح. وفيه صنف آخر مش متقبل حتى المسائل الظنية. ما سبب هذه الظاهرة؟ ما نعرفش، انت كثرت عليهم الاسئله والاسئله الوعره اليوم. احنا وبعدين المفروض احنا حلقه عيد جو مليح ونبصر ونضحكوا، المفروض الحلقه زي عمك نهادي هذاك، انزلي عيدي على عزوزتك وما تتعاركوش وصلوا عيدوا على بعض وحبوا بعضكم واحد، لكن حلقه ظنيات وقطعيه، ما هيش حلقه عيد هذه يا شيخ اسامه. باهي انزلوا عيدوا على انزلي عيدي على حماتك وعزوزتك وكذا، لكن ما نعرفش حقيقه علاش الناس ما يفرقوش بين القطعيات والظنيات او يحطوا فيهم في نفس المنزله. أظن إن السبب هو الجهل، صح؟ الجهل أظن هو ال ولا حتى هذه فيها تتضافر هذيك. هي أكيد تتضافر صح. يعني هو صح في هلبة ناس ما يعرفوش أصلاً الفرق بين الظني والقطعي. يعني في اللي ما يميزش أصلاً بين الظني والقطعي. توا إجماع اللي خلوا في قطعيات هي أمور ظنية هذه خليك منهم. لكن في اللي يسحب إن مسألة زكاة الفطر هي من المسائل القطعية أصلاً، يقول لك هذا نص، عرفت؟ ما يعرفش معنى النص بالمعنى الاصطلاحي اللي هو اللي لا يحتمل إلا معنى واحد. لكن أنا أظن إن من أسباب هذه الخلافات اللي تصير بشكل موسمي هو التعالم. 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 شو معنى التعالم؟ التعالم أنت عارف صيغة التفاعل، نتكلموا على اللغة ولا؟ أنا حشيشتي لكن شايفين العيد وضاربين عصبان ومش عارف شويات وكذا تدويل على صيغة تفاعل وألف المشاركة. إن شاء الله يسامحوني في هذه، بس يتحملوني شوية. التفاعل هذه على وزن تفاعل، معنى الوزن هو تفاعل، له معاني من ضمن المعاني هذه التصنع. يقول لك مش يقول لك تغافل شخص، تغافل دار روحه غافل، داير روحه غافل، تغابى مش يقول لك احيانا انت تتغابى عن الامر، صح؟ يعني تدير في روحه غبي وانت غبي. في حتى مقوله مشهوره جدا يقول لك لا ادري انسي ام تناسى، صح؟ هل نسي ولا دار روحه ناسي؟ تمام، هذه تفاعل بمعنى تصنع الشيء. يقول عنترة وان جارتي الوت رياح ببابها تغافلت حتى يستر الباب جانبه. ما شاء الله، جميل. شوف اخلاق جاهليه هذه، صحيح. فخلاص التفاعل معناها التصنع الشيء، فالتعالم بهذا المعنى هو اصطناع ادعاء العلم. ادعاء العلم، يا سلام عليك. إن الشخص يدعي العلم، وهذا مرتبط هلبة ديما الشخص اللي يبدأ في بدايات طلبه للعلم أو شاف جزئيات قليلة من العلم، مباشرة حيصير عنده نوع من الانتفاخ الذاتي، هذا بيشوف روحه أنه هو أعلم الناس، فيطيح احيانا في هذه المزالق انه هو مسائل هو سماع الحديث قطعية. او سماع الايه او كذا، فظن ان هذا هو الراي الوحيد وما قبلش بالضبط غير. هو سماع اشياء بسيطه جدا، عرفت؟ فيسحب انه خلاص الباقي الاشياء هذه، اي حد ما يقولش بالراي هذا فهو شخص ضال وشخص مبتدع وشخص. هم عموما متعالمين، هذا رغم همش في الدين والمسائل الفقهيه، بس في كل شيء. يعني انت لو قعدت مع حد تفرج على الكوره حتلقاه يتكلم وأعلم من غوارديولا بالخطة اللي المفروض تنحطها، عرفت؟ صح. وفي كل شيء، يعني حتى في السياسة، احنا أظن أكثر شيء أساء لبلادنا المتعالمين هذول اللي يشوف في روحهم حاجة كبيرة، وهم مش فاهمين أبجديات السياسة. حتى تطلع زردة يا راجل أنت بتدير مبكب، تكتشف أنهم كلهم يعرفوا يطيبوا، وأزيد ملح نقص مش عارف زين، ما تحطش اللحم توا. فيبدو لي احنا فعلا عندنا شغف بالحديث. يقولوا كلما قلت معرفة المرء عن شيء ما زاد شغفه بالحديث عن هذا القليل الذي يعرفه. أنا قلت لك بالمناسبة مقال في ليبيا أوبزيرفر المرة بالخصوص هذا، تحكي فيه صح. على مزبوط. الشبر الأول، مش عارف الشبر الأول، هو أصلا كان عنوانه الشبر الأول المقال، ثلاثة أشبار حاجة هيك لها. إيه، هو طبعا مأخوذ أصلا مقتبس من مقولة مشهورة أن العلم ثلاثة أشبار. نفس الشيء المقال هذا تكلمت فيه على موضوع الأشبار الثلاثة هذا، وفكرة الشبر الأول كيف يبدأ الإنسان شايف روحه وشوف روحه أعلم الناس، أعلم من الآخرين يعني. طيب شني حكي لنا المقال، فرصة كويسة نفتح لي مزير نقرأ المقال ولا؟ والله قال المدير الحلقة هي بيها ساعة، فاحنا ساعة بنهدرزو حنحكوا على المقال وحنخش وندوا على الكورة شوية. أنا يعني بعد الناس اللي تفرجوا الحق مش علي أنا، يعني عادي نهدرز، فيش مشكلة. ما في حد يتفرج، بقى يسكر التلفزيون من ربع ساعة الأولى. باهي ما تبيش تطلع فاصل بعدين ولولا المقال؟ باهي نطلع فاصل أحسن. أعطونا فاصل صغير وبعدين نرجع للمقال بإذن الله. ما
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في حلقة شارع فرعي الخاصة خاصة بعيد الأضحى. ما هو ما نتصوره زي ما قلت لك بكر فاني متلخبط ما أعرف يمتى نصوره. حلقة عيد الأضحى مرحبتين بكم، وعندنا الفائزين من الحلقة الماضية حنقول عليهم بإذن الله خلال الحلقة، لكن خلينا نرجع للأستاذ أسامة سليمان وخلي كان بيحكي لنا على مقاله اللي في صحيفة ليبيا أوبزيرفر اللي يحكي فيه على الأشبار الثلاثة ولا الشبر الأول. إيه بالضبط، قلنا أن إحنا فكرة المقال هي أصلاً من وين جتني؟ جتني من زمان لما كنا لما يعني نمشي للجامعة وإمام الراتب يتخلف عن الصلاة ما يجيش، فكان غالب الناس اللي يتقدموا في مكانه أو وكي يسارعوا إلى التقدم باش يصلوا بالناس غالب تلقى قراءته سيئة. نعرفه هو يضف صف ويشوفه بسرعة. أيوة بالضبط. فمجرد تبدأ تأشر عرفت على خلاص الناس هادو. فلفت لي انتباهي إن ديما الشخص هذا اللي يتقدم قراءته سيئة، يعني تلقاه ما لا يلم لا بالأحكام ولا بالمخارج. علاش المسجد ما كانش فيه حد قراءته كويسة مثلا؟ ما كده كان فيه ناس قراءتهم جيدة، لكن غالبا اللي قراءته جيدة يبدأ عنده نوع من الخش، يخاف يتقدم لأنه يعرف أنه في مزال أقوى من هكي عرفت. لكن هو اللي يتقدم في الغالب يكون سمع مثلا كلمة الغنة، كلمة الإدغام، كلمة حاجات هكي بسيطة، فهو خلاص يحط في الغنة في كل حرف، يدير في إدغام في كل مكان، فيسحب روح أنه متقن للقراءة يعني. عندي قريب يقول لي نعرف تبت يد أبي لهب وتب وتب، فهو يعرفها فهو حاسس أنه هو يقدر يصلي بالناس لأنه يعرف هذه يعرف. بالضبط، فهذا هذه الفكرة أول ما يعني لفت الانتباهي الموضوع هذا. بعدين تكررت التجارب في عدة مجالات. تلقى ديما الشخص قليل المعرفة ديما هو اللي يجترئ ويتقدم ويقتحم، والأشخاص اللي أكثر كفاءة وأكثر علم وأرزن تلقى غالباً يتخلف ويتقهقر وديما يحجم ما يخاف. أنت المفروض قاري علم نفس مش قاري لغة، لأن تعرف أن في نظرية تأثير هو يسموها دانين كروجر إفكت. التأثير هذا نفس الكلام اللي تحكي فيه بالضبط، يقولوا الناس الأقل كفاءة دائماً عندهم ثقة زائدة في أنفسهم. القصة المشهورة اللي زمان زوز علماء نفس دانينج وكروجر حاولوا أن يديروا بحث، قصة مشهورة طريفة هي، عارف واحد خش يخنب في بنك، خش البنك بيخنب البنك هكي مش لابس ماسك ولا حاجة، عنده مسدس أعطوني فلوس، أعطوه الفلوس روح، نص ساعة الشرطة كانوا مدرسين قدام حوش وطبوا وحطوه في الكوفي ورفعوا. لا هم ما عندهمش كوفي هم حاجة في شكل. المهم كيف زبطوني؟ عشان كيف زبطنا الكاميرات جباتك تقرأ واني دهن وجهي بالليم، شو دهن وجهك بوجهك بالليم نظام شواء ولا كيف كيف؟ قال لهم مش الليم فيه حبر يستخدم فيك حبر سري، انت ضابط لما تكتب بالليم ما تطلعش الكتيبة لين تحطها قريبة من النار. قالهم خلاص لأن الليم يخفي الكتابة فتوقعت انه يخفي وجهي. فالقصة كانت طريفة جدا، الكلام هذا رأوا في منتصف التسعينات. فدانينج وكروجر هادو علماء النفس حسوا ان الموضوع ابنورمال مش طبيعي، علاش كيف يتصرف هيك؟ فزاروه وداروا معاه يعني مجموعه، داروا عليه بعض دراسات المتهم هذا نفسه، وبعدين قرروا ان يديروا مجموعه اختبارات في المدارس والجامعات وكذا هيك على الطلبه في الغالب، وداروا بعدين تطورت هلبة التجربه يعني. لكن في الغالب يجوا الطلبه مثلا شكون يتوقع يسكر الدرجه في الرياضيات؟ فجماعه اللي تمت الرياضيات عندنا يا خانه بنجيب 100%، كل الجماعة الواثقين اللي ظنوا أنهم بياخذوا أعلى معدل في تخصص معين غالباً درجاتهم ما تكونش بالشكل هذا. سبحان الله. في حين لفلاتي هلبة وكذا مش عارف، لا صعبة الرياضيات ما قريتهاش كويس، ما رجعتش كويس مازال. فلفلاتي الأكثر تميزاً أكثر تشككاً في ثقتهم بالنفس. صار هذا سوى تشكك حقيقي يا جماعة، اللي يقولوا عليهم سوس سوى في المدارس وفي الجامعات، يقول لك أنا ما قريت شو حي علي وبنص بعدين يجيب 98%. يشوف روحه مش قاري هو. حقيقة هذه مش ادعاء. يا راشد يا راشد اخت زوجتي جايبه في الشهاده الثانويه 98 وكسر والله حاجه هيك وزعلانه هو بالمية ما جابتش 100% عرفت. فهم فعلا هم يثقوا في هذا يعني. فهذا سيء، وهذا لعل له يعني من نتائج اللي تشوف فيه في البرلمان لما تصير صح. انتخابات توا من يرشح نفسه في البرلمان الشخص اللي واثق في نفسه واللي هو قليل تشوف في روحه مش عادي بكل، هو حياته كلها مقعمز على البكا قدام الحوش وكذا، ويشوف فيه عارف في ميمز مشهور واحد لابس سروال توتا وكند ركي كسله بونت اللي خود مني اللب الموضوع. فهم هذا اللي يشوف في روحه. وعندك النماذج في البرلمان يعني الا ما رحم ربي، لكن اغلبهم لا فاهمين في سياسه لا فاهمين في علم اجتماع، لا يشوف ويشوف يروح يقدر يسير دوله كامله، في حين
في ناس ثقات يعني عقليات جيدة، أصحاب فكر، أصحاب خبرات. يعني أنا متأكد أنك أنت يا أسامة ممكن يمر في ذهنك واحد واثنين وثلاثة وعشرة تقول هذا أولى أن يكونوا في البرلمان، لكن غالبا هذا ما يرشحش، راح يقول لا المسؤولية كبيرة وكيف نكون عضو برلمان وكذا، في حين هذا اللي مش شايف الموضوع كبير هلبة فهو أقل بالضبط خلاص أشوف، فهذا سيء حقيقة. هذا اللي يخليك معناها المشاكل اللي تصير توا المجالس النيابية أو أي مناصب يترشح لها الإنسان ترشحا حيكون معناها تحصر الخيارات الشخص الناخب في الناس هذو اللي هم أقل كفاءة من طبعا غيرهم يعني. طبعا لأن الأكفاء والكويسين مش حيرشحوا أنفسهم، حيوخروا ومش حتلقى إلا سقط المتاع، فأنت حتضطر تختار من هذا. بالضبط، هي نفس فكرة إلى حد ما قريبة هلبة من فكرة الأشبار الثلاثة. الأشبار الثلاثة يقولك العلم ثلاثة أشبار. الشبر الأول إذا بلغ الإنسان الشبر الأول اللي هو خديه شوية معارف، مش أراه جاهل جهلا بسيطا اللي هو ما يعرف شيء أصلا. هذا اللي ما يعرف شيء أصلا تلقاه أصلا ما عندهش ثقة في نفسه ومعترف بأنه مش أهل لهذا المجال، لكن اللي هو كيف خش في الموضوع هذا هو ترتفع نسبة ثقته في نفسه. هذا الشبر الاول جماعه اللغه العربيه شوف. لما يقروا الاجروميه يتخيل روحها خلاص. ايوه خلاص عرفت يقول لك قري شنو اسم الأربعين النوويه بعدين يبدا يقول نحن رجال وهم رجال خلاص بالضبط ايوه ما عندهاش مشكله ايه خلاص. هذا الشبر الاول. الشبر الثاني لما يزيد الانسان يترقى في درجات العلم يبدا يكتشف انه لا فيه جوانب مازال ما يعرفهاش وان الموضوع صعب شويه وما يبيش هذيك الجراه اللي انا كنت بها. فحتى اذا ما ترقى الى الشبر الثالث هذا خلاص علم أن العلم بحر وأنه هو مجرد واقف على ساحل هذا البحر فقط يعني، وما زال الموضوع واسع جدا ويكثر إعذاره للآخرين. ويكثر إعذاره للآخرين يعني ما عادش خط الآخرين. وهذا اللي جابنا أصلا لموضوع احنا نتكلم على التعالم اللي هو سبب من أسباب المشاكل. الفكرة هذه لما يكون هو علم وصل لمرحلة كبيرة من العلم بدأ يعرف خلاص مدارك الآخرين وأقوالهم من شنو على شنو مستندة ومن وين مستنبطة، فيحصل عنده نوع من عذر الشخص الآخر. فحتى هذا حتى الشخص اللي يخالفه في الرأي هو يقول لك هو عنده حجج يستند عليها وعنده كذا بالضبط، ويبدأ يؤمن أن رأيه هو مش هو الرأي النهائي مش هو، ويبدأ يفهم مسألة القطعيات والظنيات وكذا، فالموضوع عليك. يبدأ أسهل عنده بالضبط. عارف يقولوا النحويين ما يغلطوش، ما تقدرش تخطأ نحوي لأن حيلقى لها فتلوكة حيطلع بيها عرفت صح. حتى قلت للشيخ جعفر يومها مش عارف فلان يجر الفاعل ولا كذا، قال لي عادي ما جاء من احد فاعل مجرور هنا في علامه جر زائده عرفت مجرور لفظا يعني فهو حيقالها حل عرفت كيف بالضبط. ففعلا هذه يسمى مساله مهمه جدا يعني، يبدو لي من اهم اسباب المشاكل الموسميه اللي تصير مش في الامور الشرعيه بس في كل شيء. يومها طحت في عركه في على فيسبوك عركه في التعليقات، يبدو ان احدهم كاتب ان هم يحطوا في حمص في العصبان، فصارت حركة كبيرة في التعليقات لدرجة وصلت لسب وشتائم وكذا هيك سب بذيء وسب على خاطر الحمص في العصبان. كيف تديروا في الحمص في العصبان والتانيين كيف ما تديروش في الحمص في العصبان عرفت يعني. وكأن الواحد منهم يرى أن هذه مسألة مقدسة هيك يعني أنت حتى الأذواق بدت يولى ويعاد عليها وفيها حق وباطل يعني. نعم الذوق يعني هو الحكم والفيصل على أذواق المعيار. نعم هو هذا هو ذوقي هو المعيار، وهذا في الواقع يبدو المسألة مش مرتبطة بس بالشبر الأول وبالتعالم، مرتبطة أيضا بمسألة نفسية، مسألة كيف نقدر نفهم إن أنا مش أنا المقياس اللي قيسوا عليه. سما العودة في كتاب عنده كتاب أنا اسمه أظن أنا وأخواتها عنده فكرة جميلة جدا على هذا، يضرب مثال طريف يقول لما نطلع نسوق سيارة لما نبدأ مستعجل عندي شيء نشوف الناس كلهم مرضى يسوقوا في سواقه هيك تمرضوا بشوية تجري حتحرك روحك وانشطوا، وبالعكس قال لما نبدأ مع وراي شيء وطالع هيك تشوف فيهم كلهم بيطيروا تخيرك اصبر شوية علاش كنت في كلاكس وكذا. هو المقياس خلاص هو المقياس. وهذه تلاحظها يا شيخ أسامة في مسألة التدين تلاحظها كثيرا، غالبا الناس عندهم المتشدد وغير المتشدد مرجعيته المعيارية ذاته. يعني يقول هو ما يصليش في الجامع مثلا فيرى ان اللي يصلي في خمس اوقات في المسجد هذا متشدد عادي يلغي روحك، في حين هو لو كان يصلي في خمس صلوات في المسجد فيشوف ان هذا الاصل انت كيف ما تصليش يشوف اللي ما يصلي. وهكذا في كل شيء تقريبا في حياتنا عندنا مساله
ان هو الشخص هو اللي حاكم المعيار اللي يتحاكم اليه. خلاص بالضبط، هو المعيار الذي يضعونه يرتبون صح. عليه. وهذه تلقاها حتى في السياسة احيانا، بعض التيارات او التوجهات السياسية يشوف اللي متشدد اكثر منه هذا متطرف او يميني او سميه شن بتسميه، والشخص اللي يقدم في تنازلات اكثر منه هذا شخص مميع وقريب يوصل الليبرالية وكذا. نعم صح، فهو المعيار يعني صحيح. ما يحكمش فيها الى المقدار قربه الى الحق والباطل يعني. نعم، والاغرب من هذا يا اسامه مش راهو المعيار هذا لا يكون ثابتا، يعني لما هو يكون في اقصى اليمين المعيار يختلف من لما هو يغير موقفه. عرفت ضابط في السياسه الليبيه تو صارت هلبة تغيرات المده الاخيره، ففي تيار التأزيم اللي كانوا يسمون فيه تيار التأزيم، في ناس كانوا في تيار التأزيم وشوفوا في الاخرين مميعين تو تغيروا بدون مع المميعين وشوفوا في هذا تيار تأزيم وهكذا. يعني حتى تغير موقفك أنت من الخريطة هذه وربما مش ربما هو قطعا يخليك تغير موازينك صح. للأشخاص هذو. طيب احنا باش ما نتشتوش هلبة شيخ أسامة، معناها الناس اللي يديروا في العركات الموسمية هذه لو رجعوا أو لو تعلموا شوية على الأقل يبدو لي حيكونوا أقل أقل. صحيح، هو دائما سعة العلم مرتبطة إلى حد ما بسعة الصدر أو جميل. أو برحمة الخلق، حتى في إشارة لهذا المعنى في القرآن، هذه من اللطائف اللي قال عليها الشيخ فتح كريم حفظه الله، حبيبنا الشيخ فتح الله يذكره بالخير. في إشارة لهذا المعنى في قوله تعالى عندما قرن عز وجل هاتين الصفتين فقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة وعلما. ففي اقتران بين العلم والرحمة. حتى الآن هنا تلقى يعني في البشر كل ما زاد الإنسان علما كل ما ازداد رحمة بالخلق وازداد رحمة بمخالفيه، وبالعكس كل ما ضاق علمه ازداد تشدده. فاحنا تو من الآفات اللي نعاني منها أو من الأزمات إن صح التعبير، مليح الأزمة وديما أزمة عندنا أزمة كذا أزمة كذا يعني لفظي حسك أنك مثقف. أيوة. فأزمتنا إحنا أزمة تعالم تعالم إيه والله أعلم يعني هيك إن الناس همها اللي هو قري شوية حاجة بسيطة أخذ خلفية بس فهو خلاص ظن نفسه أنه كمل. خلي نقوله هذا جزء من الأزمة شيخ أسامة. وهذا في الواقع أنا أظن مش راهو الناس اللي قروا شوية بس، احنا للاسف يعني ربما هذه من بعض مساوئ السوشيال ميديا، ان بعض الناس هو قري بوست او مجموعه بوستات على فيسبوك وظن انه خلاص احاط بالمساله وهو يعرف وكذا صح. وحتى لو ناقشته مثلا وسالته، كنت اساله كان في حوار بيني وبين احدهم فسالته من قال هذا، يعني جمله هيك هو نسبها لاحدهم وانا اعرف احدهم هذا ما قالش. فقلت له هل حسن البنا، هو كان يحكي على حسن البنا رحمه الله، فقلت له هل حسن البنا قال ان الغايه تبرر الوسيله واحنا مستعدين نديروا كل شيء من اجل غايتنا؟ قال لي نعم قال هذا. قلت له جميل، قول لي وين هو حسن البنا، عندها شلبه مؤلفات يعني شوية حاجتين ولا ثلاثه. قال لي خلاص نبعثها لك. بعدين بعث لي مجموعه نصوص يعني روابط، واضح انه خش بحث في جوجل هيك في جوجل كتب حسن البنا مش عارفين بعض المواقع هذه. أحدها لواحد مصري، المصري هذا يقول إن هو تواصل مع الكائنات الفضائية وإن هو صدفوه مرة في واحدة من القنوات لا تذكره، وإن ما فيش دين أصلاً، ديانات هذه كذوبة والعياذ بالله يعني، وإن ما فيش دين وإحنا خلقتنا مخلوقات فضائية وكذا. مع أن الرجل اللي تناقشنا معه رجل كويس هيك دينه كويس وكذا، لكن هو ما كلفش نفسه حتى انه يقرا الكلام اللي بيبعثه لي. فيبدو لي هذه من مساوئ التعالم ايضا، هو مش قعمز وقري حاجه مقدمه صغيره في الفقه ولا في اصول الفقه وكذا بعدين ظن نفسه عالما، هو احيانا قري شويه بوستات على فيسبوك صح. في اتجاه معين فهو راى ان هذا هو الصواب وصار يحاجج بناء على هذا. ولما تسال انت على حجه ولا على مساله ولا على كذا، هو من سهل جدا يكتبها في جوجل وتطلع. فجوجل هو شيخ الجميع يعني. هي هذه طريقه سناكس، تو يقدم لك العلم وكانه في وجبه. عرفت هو في بعض حتى المفكرين سمعته يدعي ان الفيديوهات هذه المقاطع بتاع تبسيط العلوم او حتى الدورات السريعه بتاعت يومين، خذ الاجر 100 في يومين، علم الحديث في يومين،
الفقه في ثلاثة أيام الدورات. جماعة تنمية البشرية بالعادي وقتنا على قلبي شاربين بالله خلينا نطلع فاصل صغير ونلوم بعد الفاصل هذا يبو كلام طويل. فاصل قصير أعزائي المشاهدين نرجع من الفاصل نكملوا الكلام على اللي كان يقول فيه الشيخ أسامة ونقول لكم بإذن الله أسماء الفائزين في الحلقة الماضية. مرحبا بكم من جديد، ما زلنا في حلقة شارع فرعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك اللي نصوروا فيها بعد العيد ومعنا الأستاذ حبيبنا أستاذنا أسامة سليمان. كنا نحكي أستاذ أسامة عليه قبل الفاصل على مسألة تبسيط العلوم وأنت قلت أن عندك معها مشكلة هذه. هو يعني ننقل لك على بعض الناس يعني أني سمعت هذه الفكرة قد كويس. يكون لها حظ من النظر يعني يقول أن من أسباب خلق التعالم فكرة تبسيط العلوم هذه الفيديوهات اللي قاعدة تطلع تو بشكل كبير تبسط لك في علم الفيزياء ولا تبسط لك في علم ميكانيكا الكم ولا أي شيء من هذه العلوم ولا حتى الدورات اللي أخذوا فيها في العلوم الشرعية دورة ثلاثة أيام تتعلم النحو دورة في ثلاثة أيام تعلم المنطق وهكذا. يقولون ها من هذه من قد تكون من أسباب خلق التعالم لأن الشخص يقرأ. بس أنت معقد هل بجماعة يأخذ في ماجستير في أسبوع راهو في دورات تنمية بشرية ماجستير في أسبوع دكتوراه في 15 يوم عادي الموضوع أنتم معقدين بس هم حيطلعوا عاهات بالطريقة هذه. في واحدة تمر علي في فيسبوك حفظ القرآن في 5 أيام وفي أسبوع وكذا مش عارف مرت عليك ولا مر علي تنشيط الذاكرة أنت بيش نشط الذاكرة متاعك أنا نشط الذاكرة تحفظ عادي أمر عادي في شيء فقلت لك أن هذا قد من يكون من أسباب خلق التعالم هي الأشياء هذه. لكن أسامة خلينا نقول أنه من مساوئ التعالم أيضا مش فقط جراءة هذا الشخص المتعالم على الإقدام على الأشياء هذه احنا قلنا أنه هو تسبب له نوع من الجرأة فيرشح نفسه مش هذا بس في خبر آخر سيء حتى هو أن الشخص المتعالم هذا يحظى بحفاوة شعبية مجتمعية أكثر من العالم الحقيقي. ليش؟ لأن الشخص المتعالم اللي هو على نسبة بسيطة من العلم قلنا أنه هو يضع الظنيات موضع القطعيات ولا العكس يعني أيوة الظنيات نعم حط فيها قطعيات نعم مسائل ظنية تقبل الأخذ والرد نعم هو يدير فيها قطعيات ويوالي ويعادي عليها هذا الحق المحض الذي لا خلاف فيه. لما يتكلم باللغة القاطعة الجازمة هذه يعني الشخص كل ما كان أقل علما كثر في عباراته عبارات الجزم والقطع واليقين طبعاً هذه طبعاً فتلقاه أمام عامة الناس اللي هم ما عندهمش أي خلفية يشوف فيه هذا شخص واثق مما يقول شخص متعلم يعرف شنو يقول بينما الشخص العالم يظهر بصورة شخص مهزوز أو بالضبط يظهر بمظهر الشخص اللي هو مش واثق في علمه علاش لأنه هو اللي كثر في علمه واسعة جداً. بالضبط فيعرف أن المسائل هذه رأى مسائل ظنية وأن فيها رأى أقوال أخرى مخالفة ولها حتى هي أدلة فتلقاه في عباراته فيه عبارات احتراز عبارات الظن فيه شوية هيك ما يتجنب الجزم في مواطن الظن فيظهر أمام العامة بمظهر الشخص المرتاب الشاك في اللي عنده فبالتالي الأنظار كلها ستتوجه نحو هذاك الشخص المتعالم. هذه نقطة مهمة والله يبقى المتعالم اللي علمه على قد حاله أو اللي كيف سامع معلومتين هو يتصرف بثقة ويتعامل بيعني ثقة عالية جدا حتى يظهر لعامة الناس إن هذا ضابط للمليون يعرف بالتالي شو بيصير لهذا هذا تتاح له فرص يعني مش غير هو بس بيقدم أصلا الفرص ستتاح له يعني لما يفتتحوا مؤسسة جديدة مني بنجيبه فلان لأنه هو واخدين في بالهم أن هذا الشخص حاجة كبيرة فيتغافلون عن الأشخاص أو يغفلون عن الأشخاص المتعلمين في الحقيقة لأنهم مش بارزين ولأن يبانوا على قدهم ويجيبوا الناس هادو اللي هم متعلمين فتكثر حظوظهم في أن يصير عندهم مناصب مختلفة يعني وهذا سيء جدا حقيقة لأن المتعالم هذا قدام العامة وقدام الناس اللي مش فاهمين ممكن يبدو فاهما يعني لكن أول ما يصطدم بحد فاهم شوية وكذا حيظهر بيعني أضحوكة بالضبط لأن هو باهي خليني نقول لك خبر سيء ثاني سامع عيد وجو مليح واحد كثرت علينا أخبار سيء قوله الخبر السيء في الموضوع هذا أن الناس هم المتعلمين في طبقة كبيرة منهم أصبح واعياً للفكرة هذه ويعرف أن المتعالم يكثر في عباراته الجزم واليقين والعالم الحقيقي يكثر في كلامه
فيبدا شنو يظهر نفسه انه هو مش قاطع ومش جازم. علاش؟ لانه هو يعرف باش مبان زي هذوك المتعلمين، عارف مبان زي هما. فهو التعلم وصل لدرجه اكثر جميله شوية. هذه ايه برو اكس برو. ايوه يقول برو ماكس احمد خالد توفيق عنده حاجه قريبه من هيك، يحكي على التواضع الزائف. يا سلام عليك. عارف قال لما تقول له مثلا انت ما شاء الله لك انت شيخ كبير وحفظت جزء عم وجزء تبارك مع بعضهم، فهو ما يقولش لا ان جزء عم وتبارك هذه حاجه يحفظ فيها حتى الصغار، قال يبدا يقول لك لا استغفر الله استغفر الله الله ما جعلني خيرا مما يظنون وكذا هيك. غير بشويه انت مش المفروض تلبس عباءة التواضع هذه اصلا. يا سلام عليك. فهو تواضع بنيه التكبر، عارف بالضبط. هو اصلا بعض التواضع كبر هو في الحقيقه. عجبني التخليص نتاعك الضاد والتاء، التواضع قريب بعض التواضع ما شاء الله عليك شيخ، واضح انك شيخ. الله يبارك. استغفر الله حتى انا قلت متواضع. فالاشخاص هذول نعرف شخص يوما ما كان من الاشخاص المتعالمين واللي يظهر بمظهر العالم هذا، فكان يصطنع هذا النوع من التواضع. اذكر ان مره ساله احد الطلبه اذا كان يحفظ مختصر خليل. كويس. طبعا هذا الشخص ماهوش لا يقري ولا شيء يعني طالب. فساله طالب اخر قال له تحفظ مختصر خليل، لانه هو ديما يتكلم عن مختصر خليل. قال هل تحفظ مختصر خليل؟ طبعا انا هذا الشخص نعرفه كويس يعني. كويس. فهو ما باش يكذب، يقول لا انا انا ايه نحفظ، يقول ما باش يكذب، لكن في نفس الوقت ما يبيش يطلع انه هو مش حافظ مختصر خليل. فاومأ ايماءة براسه هيك انت عني حافظ، لكن ما نبيش نقول، عرفت؟ انا متواضع. انا متواضع. أيوة. بالضبط. فهي احنا لو نرجعوا اصلا للتواضع اللي بكري تكلمت عليه، تفاعل. التفاعل هو التصنع. نعم. التواضع هذا اصل كلمه التواضع اللغوي هي اصطناع الوضاعه. يعني اللي هو من يقوم به مفروض الشيء هذا؟ يقوم به الشخص الرفيع في الحقيقه. نعم. انت تبدا مقامك عالي جدا فتظهر بمظهر الوضاعه، بتقول نعم. انا راه زيكم كويس. خلاص. فالمفروض اللي يدير هذا الشيء اللي يصطنع الوضاعه هو الشخص الرفيع. نعم. فلما يجي شخص اصلا هو وضيع ما عنداش اصلا ما يرشحه وما يؤهله هذا ويصطنع الوضاعه، فهو يوحي بالضبط، فهو يوحي للناس ان انا حاجه كبيره بكل وانا قاعد توا نتواضع، عرفت؟ فهذا خبر سيء يعني حقيقه. اسامه بارك الله فيك، الله يبشرك بالخير. احنا في العيد المبارك هذا جبت لنا كنت اخبار سيئه وحلقه العيد ما نعرفش، انا اظن المدير ندم انه هو قال ديروها ساعه لان ملئت بالاخبار السيئه. خلينا نديروا خبر كويس مثلا هيك على الماشي ونقولوا على اسماء الفائزين اللي معنا. زي ما تعرف شيخ اسامه احنا عندنا في كل حلقه ثلاثه فائزين، كل واحد منهم يفوز بجائزه 100 دينار مقدمه من برنامج شارع فرعي. كيف يفوزوا هذو؟ ما يديروا شيء، يكتبوا اي تعليق على الحلقه وخلاص، ويديروا لايك وشير الحلقه. اي تعليق، بس تعليق فقط، مش لازم يكون تعليق على موضوع الحلقه ابدا. يكتب اي حاجه، يكتب اي حاجه حتى لاهل السياده احنا نعطوه باذن الله جائزه. الفائزين الثلاثه في حلقتنا بلال محمد عبد الحميد ومحمد عمر وحسين سليم. حسين سليم بيطلع قريب عمر سليم هذا اكيد. فبلال محمد عبد الحميد ومحمد عمر وحسين سليم، مبارك فوزكم في هذه الحلقة، وبإذن الله حيتواصلوا معاكم إدارة فريق البرنامج باش يعطوكم جوائزكم. وحتى الحلقة هذه ديروا لها لايك وشير وممكن تفوزوا معنا بجائزة 100 دينار مقدمة من برنامج شارع فرعي. عودا على موضوع الحلقة وسامة، الموضوع اللي تشعب شوية هيك، لكن لأنها حلقة عيد بالله معلش خلينا نسأل سؤال صغير مرتبط بالعيد. احنا شوف انا مروا علي هلبا بوستات يحذروا من السخريه من اضحيه العيد مثلا، النكت اللي تنكتب على الاضاحي والعيد، الميمز هذو اللي يديروا فيهم يسخروا فيهم من الاضحيه وكذا، فيقولوا ان هذا لا يجوز وهذا سخريه من شرع الله عز وجل وكذا. فش رايك، هل فعلا نقولوا الناس ردوا بالكم تبصروا وكذا، ولا هم الناس ما يقصدوش يسخروا الامر عادي؟ والله هو الواحد إحسانا للظن بالناس حيقول إنه ما يقصدوش كذا، لكن هو الواحد لو سخر من الشعائر هذا، السخرية من الشعائر هذا كفر.
هو لكن يعني المسلم لو سخر من شعائره فهو كافر. لكن احنا نظن ان الناس اللي شاركوا في الميمز هذه ويكتبوا في الكوت هذا هم مش قصدهم السخريه من الشعيره نفسها غالبا هيك غالبا ما يكونوش يعني يقصدوا سخريه من الشعائر. لكن هو الواحد يعني اذا كانت له نصيحه للناس ان يتجنبوا المزاح والبصاره في الامور اللي فيها شعائر شرعيه يعني أبعد عن هذه المنطقة، منطقة الحقيقة ملغومة، أي مزاح فيها قد يعني يودي حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فالإنسان صحابي يقول كم من كلام منعانيه حديث بلال هذا بالضبط. فالإنسان المفروض يتحرز يعني والبصارة والضحك وكذا ما يجنبها المواضع المواضع هذه الشرعية هذه بالضبط. فأنت عندك دنيا واسعة تقدر تبصر فيها، عرفت؟ فالواحد أولى يتجنب. تمام. قبل الختام عندك مشكلة مع حكاية اللي لما يعيد عليك يقولك عساكم من عوادة ولا عادي؟ اللبس جماعة لبس في لبس خليجي وعندك معه مشكلة ولا عادي؟ ما عنديش معه مشكلة الحقيقة عادي. أنا كلام الهوية الليبية والهوية اللي مش عارف شني هذا ما مش مقتنع به بالحقيقه. هذا كله متطرح بشني كل اليوم وكذا مش مقتنع به. لا قصدي ما هو ظنيات نفس الفكره. ما نحجروش على الناس، عرفت؟ هو اصلا حتى الناس اللي يتكلموا على الهويه الليبيه ومتعافلقين من عساكم من عواده واللي يلبسوا في الغتره والعقال واللي يلبس في العبايه الخليجيه تلقاه ما عنده اشكاليه مع اللي يلبس في البرنوس المغربي. انا ما عنديش اشكاليه مع البرنوس المغربي لكن خليجي لا. ولا مثلا اللي يتكلم في كلمات خليجيه ايش وما ايش ومش عارف شني ينكروا عليه بينما يقول كلمات تركيه صح مثلا صح تركيه شوفوه عادي يقول انجليزي ولا تركي ولا حاجه عادي ما فيش مشكله لكن خليجي لا من الاخير هيك. باهي احنا لانها حلقه عيد وكذا قلنا ما فيش داعي نحكوا على انقطاع المتكرر للضي والمظاهرات التبديل بين وئام ومحمد اسماعيل. واحد قال دار لهم طرح احمال دبيبه مره محمد اسماعيل مره وئام. والحلقه طالت جدا اسامه تعرف حلقتنا صح. هذه مدتها ساعه تلفزيونيه وتكلمنا فيها على عده اشياء. طبعا اظن الحاجه الوحيده ما تكلمناش عليها موضوع الشوا وكيف يشوا وكيف يديروا. لا حتى العصبان جبنا قصته والله مع الحمص وكذا. فبنضل قبل اخذنا حلقه الشيف ايهاب احنا ودوينا على الشوا صح باش نكملوا بها الساعه على الاقل كله باش المدير يكون سعيد راضي علينا. فمعالي المدير ان شاء الله انت راضي علينا هيك. شيخ اسامه شكرا جزيلا. بارك الله فيك على هذه الاستضافه الجميله لوجودك وعيدك مبارك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ويا رب نلتقي في حلقات اخرى ما نقعدوش نستنوا فيك للعيد الجاي ولرمضان الجاي. يا رب ان نقدر نتخذوك وتتكرم علينا. يا سلام شرف لي. كيف حال؟ يا سلام تواضع. تواضع ايوه. كفى بالوضيع في واحده كيف كفى بالوضيع هذا كفى بالوضيع كبرا ان يتواضع. كفى بالوضيع كبرا ان يتواضع يعني الوضيع لما بده يروح متواضع هذا تكبر يعني بالضبط. شكرا جزيلا شيخ اسامه والله سعيد جدا برفقتك. شكرا اعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا. خلوكم ديما معنا على التناصح وخلوكم ديما معنا على برنامج شارع فرعي اللي باذن الله حيرجع في موعده ببدايه من هذا الاسبوع. وما تنسوش تشاركوا في المسابقه ديروا لايك وشير الحلقه. تصبحوا على خير. Cette attentatoire à la souveraineté bénin. Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрировано سرت الغرفه الامر بالنسبه لي خط احمر. العلاقه مع السيد حفتر علاقه دائمه. لقد وقفت الساعه الان يا واد وحان موعدنا مع الفتح المبين.